الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى النشرة المحلية من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين. ولاية كسلة تشهد احتجاجات مطالبة بالإفراج عن رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داود المحتجز بسجن كوبر. النائب العام يسلم السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذي يشمل 40 متهمة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. بكم. شهدت ولاية كسلة اليوم الاثنين احتجاجات على قرار قضائي صدر من محكمة الطوارئ الخاصة بولاية القضارف مايو الماضي، قضى بالحكم على رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داود محمود بالسجن عاما بتهمة التسلل، وتم تحويله إلى الخرطوم وإيداعه بسجن كوبر. وخرج المئات في الشوارع بولاية كسل اليوم احتجاجا على القرار مطالبين بإطلاق سراح الأمين داود، حيث يقول ناشطون إن الأمين داود مسجون على خلفية بلاغات كيدية لا توجد على الأرض. وطالب المتظاهرون السلطات بشقيها المدني والعسكري بالإفراج عن الأمين داود أو تقديمه لمحاكمة إذا كانت هناك بينات. وجهت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أكثر من 50 تهمة لكوشيب تتعلق بجرائم حرب وتهم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب مواطنين من إقليم دارفور. وبدأت اليوم أولى جلسات محاكمة علي كوشيب المشتبه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ومثل كوشيب أمام القاضي المنفرد روزاريو سلفاتوري أيتالا في أولى جلسات محاكمته بمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي. وقال قاضي المحكمة الجنائية إنه لن تعرض أدلة في الجلسة الأولى، واعترض المتهم في مستهل الجلسة والتي تم بثها تلفزيونيا على موقع المحكمة. احتج على مناداته بكوشيب مطالبة بترديد اسمه الرسمي مجردا من اللقب، وتولت المحكمة تعيين فريق للدفاع عن المتهم، كما طبقت قواعد التباعد الاجتماعي تجنبا لجائحة كورونا. سلم النائب العام مولانا تاج السير على الحبر السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذي يشمل 40 متهمة، لتبدأ السلطة القضائية إجراءات المحاكمة، حيث أكدت رئيسة القضاء اتخاذ كافة الإجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متى ما تسلمت ملف القضية من النائب العام. وكان مولانا تاج السير قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية، والذي قال إنه يضم 40 متهمة لم يسمهم، لكنه أكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل. وقال النائب العام في تصريحات صحفية إن قضية الشهيد علي فضل تسير الإجراءات فيها بصورة متسارعة، وإن قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام ونحن على اتصال مستمر معه. أكد والي جنوب دارفور هاشم خالد جاهزية القوات النظامية لجمع السلاح والقبض على المتفلتين الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في محليات الولاية ومعسكرات النازحين. جاء ذلك خلال اجتماع ضم لجنة أمن الولاية مع بعثة اليوناميد خصص لبحث التعاون بين حكومة الولاية والبعثة في القبض على المتهمين الذين قتلوا شخصين وجرحوا آخر داخل معسكر كلمة الأسبوع الماضي. وقال رئيس بعثة اليوناميد بجنوب دارفور مو سعيد إنه ليس من تفويض البعثة القبض على المتهمين أو جمع السلاح من السودان، ولكن من يحمل السلاح لا يمكن أن يحمل صفة نازح، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة واليوناميد في القبض على المتهمين وحل هذه المشكلة. أمن وزير الداخلية الطريفي إدريس دفع الله على ضرورة احتواء الصراعات القبلية ودعم دور حكومة ولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية وتعزيز مستوى تأمين معسكرات النازحين. والتقى وزير الداخلية والي غرب دارفور ربيع عبد الله آدم، وتناول اللقاء بعض قضايا ولاية غرب دارفور خاصة الملف الأمني والحماية المدنية، وبحث الطرفان الترتيبات الجارية لوضع مصفوفة بشأن حماية المدنيين إلى جانب جهود الولاية في رتق النسيج الاجتماعي وضرورة إعطاء الإدارة الأهلية دور فاعل لما لها من قبول.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة و54 حالة. وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 150 حالة، ولاية الجزيرة 21 حالة، النيل الأبيض 9، سنار 6، نهر النيل 4، شمال دارفور 11 حالة، القضارف حالة واحدة، وكسلة حالة واحدة، إلى جانب غرب كردفان حالة واحدة. فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات، في ولاية الخرطوم 27 حالة، ولاية الجزيرة 19 حالة، سنار 5 حالات، وجنوب كردفان 3 وحالات التعافي. فيما أوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بالسودان بلغ 7220 حالة، والوفيات 459 حالة، فيما بلغت جملة المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا 2610 حالة. أكد وزير الصحة الاتحادية أكرم علي التوم اهتمام الحكومة بالعالقين في الخارج وسعيها الجاد لتهيئة كافة الظروف المناسبة لاستقبالهم ببلدهم واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمقابلة احتياجاتهم، بالنظر إلى أن لديهم احتياجات خاصة تتعلق بالأسباب الأساسية في سفرهم، وهي تتعلق بالعلاج. وقال في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء إن من واجب الدولة إعادة هؤلاء إلى البلاد، خاصة المرضى منهم والذين لا يستطيعون المكوث بالخارج أكثر مما فعلوا. وأشار إلى أن تنسيقا محكما يجري الآن بين وزارة الصحة والخارجية والمالية واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد، ليكون هؤلاء العالقين بأمان حال عودتهم. أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة إيهاب عبدالله التوم عن ازدياد حالات الشفاء من مرض كورونا بالولاية، والتي بلغت 318 حالة من الشفاء من جملة 687 حالة إصابة موجبة بفيروس كورونا. وأرجع التوم أن زيادة حالات الشفاء لتوفر الخدمات الطبية والعلاجية بمراكز رعاية مرضى كورونا بسقطرى والمايستوما، إضافة لسرعة حضور المريض للوحدات الصحية واكتشاف المرض. ودعا مدير عام وزارة الصحة مواطني الولاية لضرورة اتباع الموجهات التي تنزلت من قبل من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قادتها كل الجهات ذات الصلة للتصدي لجائحة كورونا. خاطبت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض سارة لافينيا فتح الرحمن ظهر اليوم بقاعة بنك الدم المركزي بمستشفى كوستي. خاطبت الاحتفال باليوم العالمي للتبرع الطوعي بالدم، والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام، والذي يقام بشراكة بين الإدارة العامة للمختبرات الطبية وسلامة نقل الدم واللجنة المركزية للمختبرات الطبية فرع كوستي ومنظمة وريد الكريم. وأكد سارة اهتمام الوزارة بمراكز بنوك الدم، وذلك بتوفير المعدات وتدريب الكوادر. وأشارت إلى أن التبرع بالدم يهدف إلى توفير كميات من الدم ومشتقاته بصورة منتظمة ومتصلة تضمن كفاية الدم للمريض. ودعت لتبصير المجتمع بشأن قضية التبرع بالدم ليست مسؤولية جهة بعينها، إنما هي قضية تهم المجتمع بأكمله، ودعت المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى. دعا رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني معاوية أبا يزيد الجهات المختصة لإيجاد حلول فورية لمشاكل تكدس البضائع بالمواني السودانية وعلى رأسها ميناء بور سودان. وكشف أبا يزيد عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها رجال الأعمال من بطء الإجراءات الخاصة بالبضائع بالمواني البرية والبحرية ومطار الخرطوم، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الصادر والوارد نتيجة لرسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأجير البضائع. ونبه إلى إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، داعيا إلى إكمال جميع إجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد، بجانب عمل الموانئ بنظام 24 ساعة. أكدت وزارة الطاقة والتعدين استعدادها التام للتعاون مع الولايات في معالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز والكهرباء، فضلا عن مشاكل التعدين في الولايات. جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي جمعه مع ولاة الولايات بمقر الوزارة وحضور ممثلي وزير الحكم الاتحادي.
وأوضح وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد سعيهم في توفير الوقود من الإنتاج المحلي وتغطية العجز من الاستيراد بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدا على مسؤولية الوزارة في توزيع الوقود بالولايات حتى تضمن وصول الكميات إلى غرضها الأساسي. وأشار إلى أن الوزارة شرعت في معالجة كثير من المشاكل التي خلفها النظام البائد في توزيع الوقود. بحث الاجتماع المشترك بين جهاز تطوير التحصيل والموارد الموحد ولاية الخرطوم ومحلية كرري إمكانية زيادة الإيرادات بالمحلية التي سجلت تدنيا ملحوظا بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. وتناول الاجتماع القضايا الرئيسية لمعالجة مشاكل التحصيل بالجهاز على مستوى الرئاسة والوحدات، والتي تشمل العقودات وإيجار المقار ويتم معالجتها بإيجاد مقار حكومية. كما تناول الاجتماع قضايا المتحصلين وحصر العاملين على مستوى المحليات والتنقلات لدى المتحصلين داخل الولاية لتعم الفائدة، وإجراء حصر المواعين الإيرادية التي تشمل المباني والأنشطة والعقارات السكنية والتجارية، وذلك بالاستعانة برجال لجان المقاومة بالأحياء المختلفة. النصرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق وفيها بعد الفاصل. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. أهلا بكم. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضا ملحوظا في الشمال ووسط البلاد، بينما تحافظ على معدلاتها في بقية الأجزاء، وأن تتأثر منطقة جبال البحر الأحمر والشمال وأجزاء من الوسط بالغبار المثار. وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة 43 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة متوقعة 20 درجة مئوية بمدينة كادوغلي، مشيرا إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 40 درجة وأدناها 30 درجة مئوية. وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري، وجنوبية إلى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري. وعد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل علي أحمد الشيخ بتذليل كافة القضايا التي تعترض سير عملية الموسم بشقيه الزراعي والحيواني بالمحلية، ودعا خلال لقائه وفدا من لجنة مزارعية المحلية إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاح الموسم الزراعي، خاصة أن محلية شرق النيل محلية زراعية رعوية ذات تربة خصبة، مما ينعكس إيجابا على إنتاج محاصيل كبيرة تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بالمحلية وتدفع قاطرة التنمية والاقتصاد الوطني، معلنا عن توفير المعانات الأساسية للزراعة من الجازولين وتحديد طلمبات وقود خاصة للمشاريع الزراعية، ومساهمة المحلية في توفير البذور المحسنة والسماد وتوفير آليات الحصاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم. الخبر الرياضي الوحيد قال فيه سكرتير نادي حي العرب بور سودان النور طه باشري إن الاتحاد السوداني لكرة القدم لا يستطيع إكمال الموسم. وقال باشري: لدينا فرصة في التمثيل الإفريقي، لكن صحة المواطن أهم. واعتبر أن استكمال الموسم صعب جدا إن لم يكن مستحيل، ونوه إلى اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صعبة، وأشار إلى عدم مقدرتهم على توفير معقمات لمنازلهم، وتساءل: فكيف نزاول النشاط؟ وقال إنه يجب التفكير في الموسم الجديد، لأن اللعب الآن سيكون على حساب صحة الإنسان السوداني. ختاما لنصرتنا المحلية من قناة الشروق، هذا تذكير بالعناوين. ولاية كسلة تشهد احتجاجات مطالبة بالإفراج عن رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داود المحتجز بسجن كوبر. النائب العام يسلم السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذي يشمل 40 متهمة.
وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد. انتهت النشرة، أشكر لكم المتابعة، حتى الملتقى، في أمان الله.